البرلمان في حالة إجازة، فصل تشريعي انتهى وارتقاب لفصل آخر، مع التذكير أنه موقع الرئيس شاغر بعد انتفاع عضوية الحلبوسي بقرار قضائي من المحكمة الاتحادية. غياب الحلبوسي رجعنا للمثل العربي اللي يقول مد إليها عنقه. يعني شنو؟ يعني الفرصة بما أنه متاحة للجميع فالجميع يطمع بها، خاصة وإحنا نتحدث عن سلطة من السلطات الثلاث وأعلى سلطة تشريعية. طيب المكون السني المعني بإيجاد بديل هو نفس المنقسم على نفسه مع الحلبوسي، والجدير ذكره والتذكير به أنه أزمة الحلبوسي كانت مع نائب سني، وأنه أكثر الفرحين بإقالة أبو ريكان أبناء جلدته والدوائر الأقرب إليه. الإطار التنسيقي قالوا يابا المنصب إلكم، ما حد ينافسكم به، هذا استحقاق بعيد عن حسابات الأرقام، لكن جيبوا لنا مرشح مؤهل، هذا رئيس مجلس نواب مو مدير عام لو مدير قسم، ثانيا عنده تجربة سياسية، وثالثا مقبول سنيا، مو نجيب شخص وتالي المكون يصيح هذا مرشحكم ومرشحنا وهذا يمثلكم وما يمثلنا. المرشح اللي يمشي يحتاج نصف زائد واحد داخل المكون، ومن يجيب نصف زائد واحد الكرد والشيعة ما عندهم مشكلة وياه، يرفعون الأيادي ويباركون له وتهانينا أستاذ صرت رئيس مجلس النواب الجديد، شد حيلك منا للانتخابات الجاية وياكل الهلا بيكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحوار الدولة، وأرحب بضيوفي الكرام ابتداء من الدكتور علي نجدية باحث في الشأن السياسي. هلا بك دكتور. المعلومة وصلت دكتور، إن شاء الله تنبؤ بالخير يا الله، دائما الأشياء تأتي بمفتعلاتها إن شاء الله دكتور. وأيضا أرحب بالأستاذ مازن الزيدي كاتب ومحلل سياسي، حياك الله أستاذ مازن. وأبتدي الحديث ويا الأستاذ مازن، حياك الله مرة أخرى أستاذ مازن. مرحبا بيش. نتحدث عن إقالة الحلبوسي، ما صارت عليه ذيش الضجة اللي مثل ما معهود لها بالسابق، نقدر نقول نضج سياسي له جنب القانونية أخرست الجميع، ومش موضوع إقالة أبو ريكان بهدوء نسبي سياسي. تحياتي لجنابك وللأخ الضيف وللمشاهدين وكادر البرنامج. بالتأكيد هنالك عوامل كثيرة جعلت من هذا الموضوع ما يأخذ مدى كبير، يعني لا داخليا ولا خارجيا. واحدة منعتها الهدوء السياسي المستمر منذ أكثر من سنة بتشكيل الحكومة، نعم. وأيضا القانون أو العفو القرار، قرار كان باتا وملزما، والقضاء هو يعني قوة القضاء وهيبة القضاء التي ترسخت منذ ما بعد الانتخابات، انتخابات 21 أيضا لها حسمها قوتها وهيبتها. أيضا يعني ليس هنالك أحد من اعترض على هذا الموضوع،
وايضا جزء من عندنا النضج السياسي ايضا في تقدم شفنا قياداته نفسها السيد الحلبوسي ايضا مارس نوعا من العقلانيه في خطابه بعد. بس انت الاسباب كلها خبطتها خبطه واحده وعطيتني اياها. يعني يا هي من سريعا لا وقلت يا هي من الاقرب للتقوى. لا اولا ابرز سبب وابرز هو قرار القضاء يعني لا يمكن تعقدي قرار القضاء يعني لا جاز التعبير لا يمكن الإشكال عليه أو تشويش عليه أو تشويهه رغم مثلا حتى من قبل مثلا تقدم قيادات تقدم اللي مو كلش هاضمة هذا القرار لكنها لم يعني ليس لديها حيلة سوى هذا الموضوع خصوصا أنها أمامها يعني استحقاق انتخابي ومشاركة بالانتخابات فلذلك يعني هذا هيبة القضاء يعني لا يمكن تجاوزها وتشويش عليها. طيب خلي اجي الدكتور علي وراح اصير بدكتور ان شاء الله حتى تاخذها باقرب وقت. حياك الله دكتور. نتحدث عن بديل للحلبوسي، نتحدث عن شخص تترقب كل الانظار له بكافه الطوائف السياسيه، نقدر نقول ممكن انه هذه الشخصيه راح تخرج من تحت معطف الحلبوسي؟ بدايه تحيه لكم ضيفكم الكريم والساده المشاهدين. طبعا أرد أجاوب على السؤال اللي سألتي الأستاذ مازن، شنو اللي خلى الأمور تكون بهذه الهداوة؟ أولا تقدم عينه على الانتخابات. حاول قدر الإمكان أن يستوعب الصدمة ويحيد الجماهير عن هذا الموضوع، وهذا جاء على لسان السيد الحلبوسي نفسه، قال أنتم واجبكم أن تذهبون إلى صناديق الاقتراع. طيب. والمشاركة بالانتخابات، إذا كنتم تريدون تنصفوني شاركوا بالانتخابات بقوة وعوفوا المسائل القانونية احنا نتابعها واحنا اليوم الحديث عن بديل الحلبوسي في ظل بس قبل الحديث عن البديل للحلبوسي نتحدث عن الهدوء السياسي مو الشعبي لربما الشعبي يتغير بمتغيرات ما يريده السياسيون الهدوء السياسي الهدوء السياسي سبب قرب الانتخابات يعني اليوم لا احد يريد ان يدخل في سجالات وصراعات مع قرب الانتخابات يعني نخلي في اعتبارنا أن هناك مشكلة كبيرة خلينا نقول داخل البيت الشيعي اللي هو انسحاب التيار الصدري ومقاطعته وهناك أيضا دعوات للممانعة ليس فقط للمقاطعة. طيب. هذه هي بحد ذاتها مشكلة كبيرة. اليوم إذا نجي نتكلم عن البديل البديل حاليا تعرفين البرلمان في ظل يعني عطله تشريعيه. طيب. كانت اكو جلسات استثنائيه لتمديد عمر المفوضيه، بالتالي دخل البرلمان في العطله التشريعيه اللي تنتهي يوم 9/1. لحد هذه اللحظه لا يوجد اسم مطروح بشكل رسمي، لحد هذه اللحظه. كل ما طرح بالاعلام هو غير رسمي. يعني هذه تكهنات أو قراءات لكن بشكل رسمي وببيان ومرشح تقدم أو القيادة اللي هي السيادة وتقدم هو فلان لحد الآن لا يوجد. بس القيادة طرحت عطان وأيضا شعلان مو بشكل رسمي يعني هاي معلومة من طرحت من قبلهم هاي معلومة أخذها من عندي. وعزم أيضا طرحت المشهداني صحيح بعد انسحاب السيد مثنى سامراء لكن القيادة لحد الآن وبشكل رسمي لم تطرح أي مرشح. الأسماء اللي موجودة هم مرشحين هم يعني خلينا نقول هناك من يتنبأ بترشيح هذه الأسماء لكن بالتالي بشكل رسمي أو ببيان رسمي لم يصدر لحد الآن أي مرشح. قد يصدر هذا يعني قد يكون موضوع ترشيح بديل الحلبوسي بعد العطلة التشريعية بعد يوم 9/1. شوفي موضوعة البديل بس القيادة أستاذ علي بس القيادة قدمت للإطار قائمة بها عدة أسماء يعني غير تكون مؤكدة غير هاي الأسماء المرشحة من قبل الطرف السني المكلف وباستحقاق عرف سياسي لهم فهي الأسماء تكون منهم هذه الأسماء متداولة وليس مرشحين هاي الأسماء اللي موجودة هي الأسماء المتداولة اليوم ماكو مرشح بشكل عندك فكرة عن هاي الأسماء اللي انطرحت؟ هي أسماء متداولة شفناها بالإعلام يعني مثلا قالوا عن السيادة السيد سالم مطار عن تقدم السيد الشيخ شعلان الكريم والسيد عبد الكريم عطان أكو غير هاي الأسماء اللي انطرحت بالإعلام ممكن بالخفاء أو غير معلنة أكو غيرها عندك معلومة احنا ناخذ الرسمي احنا ناخذ الإعلان الرسمي لحد الآن كشيء رسمي أو ببيان رسمي لم يعلن أي مرشح. طيب. حسم وعزم يعني قدموا السيد محمود المشهداني
بعد انسحاب السيد مثلنا سامر راي وقالوا احنا هذا مرشحنا. لكن تعرفين اكو عرف سياسي اللي هو من الكتل السنيه 50 زائد واحد هم من يرشحون رئيس مجلس النواب. طيب. بالتالي حسم وعزم لا يمتلكون هذا العدد. طيب. يعني تقدم وحدها تمتلك النصف زائد واحد، تقدم وحدها يعني ما عدا السياده، واليوم عندنا كتله القياده اللي هي السياده وتقدم. نعم. تقريبا بحدود 62 نائب. لكن يعني اكو محاوله لانقلابات على انه ليش انه احنا اللي ما يعجبنا من مشيه، هذه طبعا تصريحات من الاطار سمعتها يعني على لسان نائبين طلعوا في برامج تلفزيونيه انه قالوا احنا اللي ما يعجبنا من مشيه واحنا ما اعرف ايش، لكن كل هذه الاشياء يعني لحد الان هي للاستهلاك الاعلامي. نعم. اتصور الكتل مركزه بشكل كبير على الانتخابات. نعم. كون يعني تفصلنا عن الانتخابات 20 يوم فقط. فموضوع الدخول بهذا السجال وهذا الصراع اتصور مبكر جدا. طيب خلينا نشوف استاذ مازن. استاذ مازن، يعني احنا امام مرشح فعلي لرئاسه مجلس النواب لو ظل الحلبوسي يمسك مطرقه البرلمان. لا، هو البارحه كان اجتماع للاطار مهم جدا، والساده الخنجر والحلبوسي قدموا اسماء، وحتى عزم قدموا اسماء. نعم. معروفه الاسماء، يعني اكو هنالك من هو رشح نفسه من النواب من القياده، واكو لا هم اللي تم تبنيهم من قبل قياده القياده، خلينا نقول من قبل قياده القياده. عندك سيد شعلان. نعم. الكريم وسيد عبطان، دول يمثلون تقدم. ومن جهة السيادة تم ترشيح السيد سالم العيساوي. هذا يعني تم تقديمه، وعلى يعني على جانب عزم تم تقديم السيد مشهداني. نعم. بانسحاب السيد مثنى، واعتقد انه الان وضع تقدم او القياده في حرج، لانه الكفه الاخرى قدمت مرشح واحد متفق عليه، هم عندهم اكثر، تعرفين هاي تصير يعني تربك الحسابات خصوصا قرب الانتخابات وغيرها. فهذا الموضوع اعتقد انه سوف يحسم قريبا، واذا ما حسم صحيح وما تم اعلانه مثل ما تفضل الاخ ببيان رسمي، لا بس البارحه يعني اطار التنسيق استلم هذه الاسماء وبدا يعني يفحص السيفيات، يعني بدا مشاورات الداخليه في تفضيلها في ترتيبها، وصولا الى 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 يعني اعلان الدعوه الى جلسه استثنائيه للبرلمان. بالتالي الامر ليس كما تفضل به الاخ، يعني الامر سوف يحسم قبل الانتخابات بالتاكيد. بس هذه ملاحظه على ما عليه، فحصون السيفيات هم موجود مو جديده، لا صار 20 سنه نعرف خيرهم ونعرف شرهم. لا طيب. بالتالي يحتاج يعني فحص، تقييم، الخلفية السياسية، لقاءات ثنائية تصير، بالتالي معروفة هاي بعد يعني خلف الكواليس. أما الحديث عن صيغة 50 زائد واحد، هاي صيغة ما حد ماشي بها، يعني شفناها مثلا في بعض انتخابات 2018. نعم. كان الاتجاه نحو مثلا شخص يعني التوافق معين. التوافق يغلب بنود الدستور، مو شرط في الانتخابات هذه. أي لا، هو عرف سياسي مو بالدستور، ما حد يعني ما حد ماشي به. يعني عندنا في هذه الانتخابات كانت الكفه رايحه باتجاه اخر، خصوصا برئاسه الجمهوريه، يعني صارت هذا. نعم. سيد برهم صالح و فخامه الرئيس لطيف عبد اللطيف رشيد. نعم. وكانت حتى فيها اطراف في داخل الاطار كان ذهب مع التصويت السيد برهم صالح باعتبار. نعم. انه يملك الاغلبيه نوعا ما، يعني مرشح الاكثريه في داخل المكون الكردي، لكن التصويت ذهب بعيدا. ونفس الموضوع حدث في انتخابات 2018 بالتنافس. نعم. بين السيد برهم صالح وبين السيد معالي الوزير فؤاد حسين. نعم. ايضا تم التصويت للسيد برهم. بالتالي خصوصا، ولذلك يقول انه عدم حسم مرشح واحد. نعم. يمثل المكون يربك حسابات ويجعل الموضوع يعني يلقي الكره في ملعب التصويت في داخل البرلمان، والتصويت. نعم. اذا ذهبنا الى التصويت في داخل البرلمان الامر يخرج بعد من المكون. تبقى الحسابات الشخصيه، العلاقات. وغيرها. بالتالي اكو هنالك علاقات، الساده المرشحين اغلبيتهم هم في البرلمان مخضرمين. نعم. في البرلمان. نعم. وعندهم علاقات. النواب في الداخل قد يكون يحدث نوع من التمرد على توجيهات الكتل والقيادات، ويصار الى التفضيلات الشخصيه. بالتالي طيب. هذا الاتجاه رايح، بس بشكل عام يعني وبشكل اكيد، يعني اساس الموضوع وخلاصه الموضوع تم تقديم اسماء ليله امس، والامر يحسم قبل الانتخابات بالتاكيد، يعني خلال غضون ايام المفروض، يعني في اسبوع. طيب استاذ علي، مواصفات الرئيس او الشخصيه المرتقبه اللي تطرح لرئاسه مجلس النواب،
هاي المواصفات هسه ناخذها من الجانب السني، وهنا اتحدث عن المعايير، شنو المواصفات، شنو اللي يحتاج الطرف السني حتى يكون هو البديل للحلبوسي ويتم الرضا عنه سنيا اولا. يعني الكتله الاكبر اللي هي القياده مجمعه على انه السيد الحلبوسي والسيد الخنجر، وهذا طلع ببيان رسمي، نعم، هم من يرشحون بديلا للسيد الحلبوسي. طيب موضوعة انه خلال اسبوع صعب، ليش؟ اغلب النواب يعني خارج العراق متمتعين بالعطله، العطله يعني تم التجاوز عليها بالجلسات الاستثنائيه، فبالتالي يعني كما تعرفين اليوم اغلب النواب، يعني هذا على لسان النواب نفسهم، هم يعني خارج العراق وغير ملتزمين بحضور جلسات مجلس النواب. يعني انت حتى تبلغين النائب حتى يجي ويرجع مثلا من سفره ويحضر جلسه مجلس النواب، يعني يحتاج وقت. اضافه الى ذلك قلت لك احنا قريبين من انتخابات يسبقها تصويت الخاص. فهي كلها تحضيرات، صعب يعني انه ندخل في سجال موضوعه اختيار رئيس مجلس النواب. مواصفات رئيس مجلس النواب، طبعا الحلبوسي يعني حيكون بديله صعب جدا، لان الحلبوسي رئيس برلمان لدورتين، كان قيادي قوي، يعني سيطر على البرلمان، ما كنا نشوف الاشياء اللي تصير بسابق عهده، الفوضى اللي تصير داخل البرلمان غيرها، مسيطر يعني مالي مكانه. فاللي راح يجي من بعده اكو التفاف جماهيري حوله، حزبه قوي، فاللي يجي من بعده يعني حيكون يعني عليه تركه كبيره، نعم، انه هو راح يكون بديلا للحلبوسي. حلبوسي قوي، ذكي، مناور، هاي بشهاده خصومه يعني مو مدحا له. ف يعني البدلاء انا برايي تقدم تمتلك شخصيات جيده جدا، حتى بشكل عام القياده تمتلك شخصيات جيده جدا، لكن لحد الان لم يتم اختيار البديل. يعني الطرف السني يبحث عن زعيم لو رئيس لمجلس النواب يمثل المكون السني داخل البرلمان. شوفوا الحلبوسي لحد الان هو زعيم. نعم. لحد اللحظه. وزعيم اجتماعي حاليا. لحد اللحظه هو زعيم يعني رئيس حزب وقائد كتله اللي هي تحالف التقدم الوطني، وداخل بقوه للانتخابات. نعم. وهذا الشيء طبعا يربك الخصوم، خاصة مع الانسحابات الصدرية، مع المقاطعة الصدرية، تعرفين أنت بغداد فيها أغلبية شيعية صدرية. هذا الموضوع المقاطعة والممانعة يربك شوية الشارع البغدادي. وهناك من يقول أنه تقدم إلى حظوظ قوية في مجلس محافظة بغداد، كون أنه جماهيره جاهزة، ماكو هذيك المقاطعة يعني بين الأوساط السنية، خلينا نقول ماكو دعوات قوية للمقاطعة. قد يكون اكو سقط شعبي بشكل عام يعني بالعراق من شمال إلى جنوبه، لكن كجمهور السني جاهز لخوض الانتخابات، والحلبوسي راهن على انتخابات مجالس المحافظات. نعم. والفوز طيب بها. أستاذ مازن، الشيعة ما يردون حسب ما يقال، ما يردون زعيم سني يمثل رئاسة مجلس النواب، يردون مدير يمسك زمام المكون السني، هل هذا الكلام صحيح من وجهة نظرك؟ لا، احنا عندنا مستويين على بالإجابة على هذا الموضوع. أولا، هو المنصب يحتاج لرئيس، نعم، يعني بالدستور وبالنظام الداخلي للبرلمان ما قالوا زعيم للمكون، مرشح المكون، بالتالي مو دائما يعني مرشح المكون. لا تحشي لي بالدستور، لأن احنا عبرنا مرحلة الدستور، احنا نحكي بعرف سياسي. هذا من ناحية نظرية. اي احكي لي بالعرف السياسي. أما من ناحية سياسية، نعم، فمو دائما اللي شغلوا يعني من ناحيه عفوا سياسيه وواقعيه، نعم، هم نفسهم الاخوه في المكون يقولون نحن يعني نسير خلف من يكون في الموقع، او الموقع هو الذي يصنع الزعامه، مو بالعكس يعني ماكو واحد. وبالتالي السيد الحلبوسي قبل المنصب ما كان عنده حضور سياسي، وغير البقيه صحيح هم يعتبرون انه المنصب هو يمثل يعني ممثل يعني استحقاق مكون، وبالتالي يحظى من يشغل هذا المنصب بهاله من الزعامه، بس بشكل عام هم ما عندهم هذا، ولذلك يعني اللي يخرج من المنصب يعود الى حياته الطبيعيه. سيد نجيفي لم يعد زعيما، سيد الدكتور سليم الجبوري وغيره، وحتى سيد مثلا محمود المشهداني، بالتالي هم شخصيات سياسيه محترمه لكن ليسوا زعماء. باستثناء الحلبوسي تعضيدا على كلام الاستاذ علي؟ يعني هو يعني هم باعتبارهم منتمين لهذا الجو،
من حقهم يعتبرون انه زعيم سياسي. نعم. بس لا، بالطرف الاخر ما يعتبرون، هم نفسهم الاخوه بالسنه يقولون، يعني المكون. نعم. السني يقولوا انه احنا ما عندنا زعامة، احنا زعامتنا المنصب، احنا. نعم. نحن ولائنا للمنصب، اللي يطلع من المنصب بعد ما له يعني ما له ذيك الهاله، ولا تبقى هذه الزعامه. طيب. سيد لا يحسب. نعم. للسيد الحلبوسي انه اشتغل على هذا الموضوع، هذا الموضوع ما يتعلق بالشيعة. الاخ يعني اوكي، هم يناورون بهاي القصه يعني اعلاميا ونفسيا، يستخدمون مثلا، يحاولون استخدام المقاطعه الصدريه مو الشيعيه في بغداد من اجل انه التاثير، ويعني خلق نوع من الهواجس النفسيه لدى المقابل الشيعي، وادوات ضغط غير محسوسه. بس يعني هو الاخ ايضا يعني مع غاب عنه انه التيار الصدري في الانتخابات الماضيه في كل بغداد معدل اصواته 300,000 فقط، ليس في مدينه الصدر، في جميع بغداد. نعم. 300,000 صوت فقط. نعم. اذا شفنا، اذا ردنا المجموعه اللي حصل عليه التيار الصدري في الانتخابات الماضيه في كل العراق 850,000 صوت، فهم لا يمثلون الاغلبيه لا في بغداد ولا في كل العراق. المقاطعات صوتها عالي صحيح، لكنها لا تثبط، معطيات وأرقام المفوضية إيجابية وتدعو للتفاؤل، وحتى في مدينة الصدر معدلات. نعم. تحديث البطاقات هي عالية وفي أعلى مستوياتها. شيعيا بالتأكيد يعني التجربة مريرة مع السيد الحلبوسي، هذا لا يعني ما نخفي سر، يعني تجربة مريرة وكان فيها تمدد و تجاوز في صلاحياته على منصبه. نعم. وذهب بعيدا حتى يعني اثار شكاوى شركاء السنه حتى، يعني مو بعيدا. وجزء من هذه يعني المحاولات التي طالت السيد الحلبوسي في السنوات الاخيره، السنه الاخيره خصوصا بعد الانتخابات، سببها اخوه يعني شركاء السنه ايضا المعارضين. هنالك معارضه في داخل المكون، ليس في يعني قصه شيعيه سنيه، هنالك معارضه قويه جدا، اشتغلوا مده سنتين على السيد الحلبوسي. تغذى شيعيا المعارضه. معارضه سنيه تغذى شيعيا. سمعتهم حلفاء، ما يعني احنا ما نريد نجمل الواقع ولا نكذب، لا بس اقول قصدي هم يعني منو ينكر انه الخصومه بين مثلا سيد مثنى السامرائي مع الحلبوسي؟ طيب. وبالتالي هي ترى كلهم شباب وعندهم طموح للزعامه. نعم. يعني يجي مثلا سيد حلبوسي ويصفز المنافسين ويقدم نفسه كزعيم شاب صاعد. نعم. ويتجاوز حتى في 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 طموحاته. يدخل في الخارطه الشيعيه مرشحين وغيرها، هذا اكيد يعني يثير حفيظه القيادات الشيعيه، وبالتاكيد انه خط احمر يعاد تجربه السيد الحلبوسي واستنساخ تجربته. وانا قلت لك شمين ايضا، يعني العفو مو يعني كررته في اكثر مكان، يعني اكو رفض شبه كبير وواسع ان يكون حتى البديل للحلبوسي من داخل تقدم. لا انا هسه ردت اطرح هذا السؤال على استاذ علي. يعني احنا في بدايه الامر اول اقاله الحلبوسي تقدم قالت يعني الحلبوسي شخصيا قال لا اريد من الانبار ولا اريد من تقدم، وهذا بتصريح يعني متداول. الان هو لم يرشح من الانبار، هذا اللي صار جلد. صارت المساله مناطقيه انه انا ما اريده من الانبار اصلا، حيقال بانه حتى يكون هو المسيطر كزعيم في المنطقه. لا ماكو تصريح والله، هذا الكلام اللي ضيوف جوي من جانب الطرف السني وضحوا عمليا يعني هو عمليا تقدم. نعم. لم تقدم مرشحا من الانبار. نعم هذا مو كلامي، كلام ضيوف ايضا من الطرف السني ذكروا هاي التفاصيل. هسه لاحظت الفتره الوضعيه، تقدم بدات تطرح اسماء للساحه من اجل منصب مجلس رئيس مجلس النواب. يعني تريدين معلومة ولا تريدين؟ أي أريد معلومة طبعا. معلومة تقدم ما طرحها اسم لحد الآن. لحد اللحظة ما طرحت أي اسم. يعني ترفض؟ لحد البارحة. ترفض أي شخصية منها؟ لا مو ترفض. نعم. لكن الحديث مبكر عن البديل، قلت لك الأنظار على مجالس المحافظات، التركيز على مجالس المحافظات، إذا شوفين السيد الحلبوسي يحضر المؤتمرات، كل المؤتمرات الانتخابية للمرشحين في غرب الانبار، في بغداد، في اي في دياله، في الفلوجه، في القرمه، في غيرها، دائما يحضر شخصيا. هذا يعطي زخم للناخبين ويعطي دافع للمشاركه، ودائما خطاباته عن موضوع المشاركه خطابات ناريه. نعم. وتحفيزيه للمشاركه بالانتخابات. هسه تقولي لي استاذ مازن يقول اكو مثلا جماع شيعي، لا ماكو جماع شيعي على رضا الحلبوسي. انا نعرف ان الاطار مقسوم قسميا. نعم. السيد عمار والسيد هادي العامري هم مع المرشح تقدم. اما دوله القانون وصادقون هم ضد مرشح تقدم. لكن انت تعرفين كل الزين انه هذه لحد الان هي
تندرج تحت طائلة التصريحات الإعلامية. أنت تعرفين كل زين. عندنا انتخابات نيابية قريبة، مو بعيدة كلش، سنتين. فموضوع وصول الأمر بين الإطار والقيادة إلى كسر العظم، هاي ما توصل الأمر لهذه الدرجة. ليش؟ لأن مستحيل أنه يخلق عدو مستقبلي. نعم. يعني خاصة إذا عاد التيار الصدري إلى العملية السياسية. زين، هذا الكلام شوية مبكر، بعد نتائج الانتخابات ممكن تتغير المعادلة كلها أصلاً. لا هسه هي يعني انتخابات، تقصدين هاي النيابية؟ لا، المحلية. المحلية مو ذاك التأثير إلها، يعني هي بالتالي هي محلية، لكن أنت اليوم نحكي على النيابية. مو ذات تأثير، مو ذات تأثير لربما من وجهة نظرك، لكن تأثيرها على القوى السياسية كوضع جذور وأسس للانتخابات البرلمانية. شوفي، موضوع الوصول إلى طريق مسدود أو حرق السفن، أنت اليوم عندك مطالب كردية. نعم. لم تحقق. عندك مطالب سنية. نعم. لم تحقق، كلها مدرجة ضمن المنهاج الوزاري في ورقة الاتفاق السياسي. طيب. كلها تقريبا لم تحقق إلى الآن. إضافة موضوعات أنه إحنا اللي نختار المرشح، وإحنا المرشح نجيبه يعني سنيا من عزم اللي هي تمثل نسبة قليلة من السنة الموجودين في البرلمان. هذا الكلام على لسان من؟ هذا من اللي يجيبون؟ يعني الشيعة؟ يعني قصدك الإطار أنه يوصلون إلى درجة أنه هم اللي يختارون؟ نعم. لا، ما توصل الأمور إلى هذه الدرجة. هاي معناتها الوصول إلى طريق مغلق نهائيا، يعني هذا يغلق الباب في وجه التحالفات القادمة. يعني اليوم الإطار عند يعني خلينا نقول السيادة وتقدم القيادة هي جزء من تحالف إدارة الدولة. نعم. خسارة هذا الجزء مع عدم صفو الأجواء السياسية مع البارتي، يعني هنا راح أكو ضلعين يعني قوية جدا انكسرا من هذا التحالف. هذا بالمستقبل ما راح يتحالفون وياك. نعم. بالمستقبل إذا رجعوا الصدريين فالإطار يبقى وحيد. نعم. بهذه الحالة لا تصورين انه الاطار يوصل الى مرحله كسر العظم وغلق. لا، هو الاطار طرحها، قال لهم يابا جيبوا مرشحكم، بس يضغط، بس حصلوا نصف زائد واحد، وانا ما عندي مشكله، ارفع ايدي واوافق عليه. لا لا، بس المشكله التصريحات. نعم. شويه غير هذه التصريحات. نعم. يعني يقول لك اليوم من منو هاي التصريحات؟ من نظر موضوع تصريحات اعلاميه، يعني احنا مراقبين لها ثقل. لا لا، تصريحات اعلاميه تطلع. نعم. بالاعلام، يعني اليوم يقول لك مو شرط يكون سني. اكو يعني اكو طرح. لا، هذا يخوض بصف الاستكان، شلون مو شرط سني؟ هذا عرف سياسي، كلها ضغوطات، عرف سياسي صار له 20 سنه ما معقول. أيه، هناك من يحاول ان يقلب على العرف السياسي. يعني في تصريح للشيخ الخزعلي يقول اي نائب ممكن انه يترشح لمنصب رئيس البرلمان. نعم. فاليوم هذه الانقلابات هذه راح تولد ازمات مستقبليه. نعم. تضاف الى الازمات اللي موجوده الحاليه، يعني لحد الان لم يطبق شيء من ورقة الاتفاق السياسي. نعم. لم يعاد النازحين، لم يقر قانون العفو العام، لم تعوض المناطق المحررة، لم يتم إعادة انتشار القوات الأمنية. نفس الشيء موضوع الأكراد، قانون النفط والغاز، موضوع المقرات، غيرها من الأمور، مناطق متنازع عليها، كل هاي لحد الآن عالقة وشائكة. تجينا تضيفي لها أزمات جديدة. نعم. معناته أنه العملية السياسية راحة للمجهول. بس تقريبا على التصريح اللي ذكرت للسيد قيس الخزعلي، هو قال أي نائب من طرف السني، مو قال أي نائب شيعي أو كردي، هنا حتى تصير الصورة واضحة. شوفي، أكو قال هو ما قال شيعي أو كردي، لأنه هو رجل ضليع بالسياسة، يعني هو ما يقول لك تعال أي كردي أو أي شيعي يجي يصير، ما هو قال يصير رئيس مجلس نواب، ما معقولة. قال أكو قال هذه الحكومة إطارية. نعم. والبرلمان عنده أغلبية إطارية. يعني ملوح انه ممكن انه احنا نقلب. انت تعرفين اليوم اذا تجيبين مرشح عزم وحسم وتفرضيه كرئيس مجلس نواب وتهمشين الاغلبيه السنيه الموجوده في البرلمان، هذا انقلاب. طيب. على التحالفات، وانقلاب على الاعراف السياسيه، وانقلاب على كل شيء. هذا يؤدي الى غلق الباب مستقبلا في وجه التحالفات السياسيه. طيب استاذ مازن، تحدثنا عن الشان الداخلي السياسي، وممكن سنشردون شيعة شردون، الكل شنو موقفهم، لكن العامل الخارجي تأثير على هذا المنصب ممكن نقول بعده يمد أذرعه للتدخل باختيار رئيس مجلس النواب، لو ممكن اكتفى وابتعد وترك الموضوع كون أنه المدة مدة سنتين لربما ما تحقق الطموح. يعني شوفوا، هو العامل الخارجي واضح، يعني ما يقدر واحد ينكره في المشهد العراقي سواء. نعم. بس أعتقد أنه فيما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان هو أقل، مع وجوده طبعا، وجوده. نعم. وحضوره، بس هو أقل يعني مثلا
من منصب رئيس الوزراء. لا موجودة، التدخلات موجودة، الفيتوات موجودة، الدفع، اكو محاور إقليمية معروفة تتقاسم التحالفات في داخل المشهد السني، ترجح ناس، ترجع ناس، تحاول تعيد مثلا تعيد تسويق ناس مرشحين، فهذا موجود يعني، بس قلت لك اقل من من حاليا موجود هذا التدخل. لو ينتظرون الشخصيه اللي تطرح حتى يعرفون انه هو قريب لهم، لو ممكن ما ينفعهم عزيز اخوهم ما يكون مثل الحلبوسي كيف كان متعاون مثلا. نعم. مثلا يعني قبل 6 أشهر أو 7 أشهر صار حراك لاقاله السيد الحلبوسي، ويعني قاموا يجمعون ارقام وجزء من تقدم ومن السياده وغيرها، وكان قريبين على صيغه 50+1، وحكى بها مثلا السيد المالكي انه جايينه وعارضين عليه، وقال لهم يا بتجيبوا انتم 50+1 وتريدون تغيرون ممثلكم، احنا وياكم كاطار يعني. نعم. فاكو كان هنالك حراك، وقالها بعدين قال انه نائب مشعان الجبوري قال انه تركيا والامارات قال انه ستوب وانهوا هذا الحراك والامر غير مسموح به. نعم. في هذه اللحظه، بالتالي يعني اكو فواعل في المشهد السني. هذا يعني لا يمكن انكاره. نعم. سأقول انه كمنصب هو اقل خطوره، سموه مو اقل خطوره. نعم. بس اقل اشتباكا منه مثلا يعني على مستوى منصب رئيس الوزراء، من يصير عادة يصير تدخل على مستوى عالي وبيتوات واقبل وما اقبل، وهاي نشهدها كل فتره. بالعودة إلى حديث الأخ فيما يتعلق بالإطار، الإطار لا ما عنده المخاوف ولا أولا هو ذكر مثلا موقف السيد هادي العامري وسماحة السيد عمار الحكيم، القادة هؤلاء ما قالوا من تقدم حصرا، قالوا صيغة 50+1 أغلبية المكون اللي رشحها أغلبية المكون نحن معه، لم يقولوا أنه حصرا يعني مرشح تقدم الوحيد تمتلك 50+1. لا لا، وقد يكون رمال متحركة يا سامع، لا ممكن نائب يروح وشهدنا يعني تدخلات يعني ممكن من غير حسن يرفع ايده ويروح ويتقدم. فانا اقول انه وايضا القضية الثانية الاخوة في تقدم، واضح انه رهانهم على ما بعد الانتخابات. نعم. لانه بقاء الحلبوسي في هذا الوضع وانه هو يرشح البديل يقوي. نعم. من حظوظهم في الانتخابات ويصنع لهم نوع من الدافع لكسب الجماهير، وبالتالي هم من يعني من مصلحتهم يأخروا هذا الموضوع. طيب. الى ما بعد الانتخابات. بس احنا اولا كإطار وكدوله يعني هذا الحديث انه احنا عندنا مشكله، لانه يعني عندنا انتخابات في 18 القادم، عندنا مشكله المفوضيه ينتهي يعني ينتهي عمرها الافتراضي. نعم. هذا الموضوع هذا الموضوع خصوصا الفراغ، البلد ما يتحمل فراغ في منصب التنفيذي. هسه هو الكل هم يتحدثون عن هذا الموضوع، يعني اكو حراك سريع جدا و يعني فوق الطوارئ. فهنالك حراك لحسم الموضع، يعني الامر غير قابل. اولا هو في داخل السني ايضا لا يقبلون انه استمرار هذا الموضوع لما بعد الانتخابات، لهذا لحسابات تنافسيه بالانتخابات. وايضا الشيعة يقول لك هاي الدوله احد اركانها غيابه مشكله، وهذا مو صحيح. فالحسم ماشي يعني حسم المنصب ماشي. ما يتعلق بالاشتراطات والمخاوف السنية الكردية بعيدة عن هاي الحسابات، بالتالي الوضع شفنا جنابك بلشتي بالحوار انه كل من مشغول في وضع الداخلي، الاكراد عندهم مشاكل داخلية، مشاكل الرواتب، مشاكل الانقسامات الداخلية كثيرة، وايضا الانشغالات في الانتخابات ماكو هذا التنشن والتوتر بين في المكون السني ولا في المكون الكردي. والقضيه مرت مرور الكرام، يعني ما احدثت هذيك الضجه. هذا يقودنا هو للسؤال الاول. اي واحد من سببها. نعم. احد اسبابها انه هذا يعني يعطينا دليل على ان العمليه السياسيه نضجت بشكل كبير، وانه العمليه السياسيه والنظام السياسي رسخت جذوره وبعد ما يهتز بهذه القرارات او هذه المفاجآت اللي تطرأ على الوضع المشهد العراقي. طيب. وشفنا انه الامور كلها بأريحية، تم احترام. نعم. احترام قرار المحكمة الاتحادية حتى من قبل المتضررين، والامور ماشية بهذا الاطار. طيب. اما خلوه وبقاء هذا لا، خطر يعني على الوضع السياسي من ناحية فراغ منصب سيادي. طيب. فأعتقد أنه الأمور ماشية بالحسم قبل الانتخابات. أرجع لك بهذا الموضوع السؤال آخر، بس خلي أشوف أستاذ علي، يعني خلينا نتحدث عن أي اسم يطرح، أي اسم للأسماء اللي ذكرت هسه للحلقة الإعلامي، لربما
لضرر معك بالعيون سميها ما شئت. ممكن انه هذا هو هذه الشخصيه اللي راح تتولى رئاسه منصب رئاسه البرلمان، ممكن انه تكون هي تمتلك الزعامه السنيه. احنا تطرقنا بالبدايه عن هذا الموضوع وقلنا بانه الجانب السني يبحث عن الشخصيه اللي موجوده بالمنصب، خروجها من المنصب ممكن ان يلغي كل الامتيازات. فهذا المنصب هو من ينتظر الزعامه ام الزعامه ستذهب لهذا المنصب؟ شوفي، موضوعة انه الشخص اللي يتولى المنصب هو يكون زعيم، احنا عندنا تجربه مع رؤساء سابقين قد يكون بعضهم اصبح زعيم لفتره معينه والبعض الاخر يعني ما وصل لحد الزعامه. انت عندك اليوم جمهور ملتف حول الحلبوسي، جمهور يؤمن بقياده الحلبوسي، عندك اليوم بحدود ال 42 نائب داخل قبه البرلمان، عندك قبل التحالفات كان فائز ب 37 مقعد، يعني الفائز الثاني بعد الكتله الصدريه. بس هذا راح ويا الحلبوسي، راح يجي جديد. لا هو ما راح، مو هي المشكله ما راح، المشكله احنا نشوف اليوم الالتفاف، يعني ما زال الجماهير، يعني تشوفين اليوم الحلبوسي وين ما يكون تكون هناك يعني جماهير غفيره. يعني هو هذا المقصود، المقصود انه رئيس مجلس النواب راح يكون منصب سياسي سيادي فقط تشريعي ما له علاقه بالزعامه السنيه، راح تبقى الزعامه للحلبوسي مع وجود الخصوم مع وجود رفضهم. شوفي موضوعة الزعامه وصلت الى السنه متاخره. يعني انت تعرفين السيد مسعود برزاني كان رئيس اقليم حاليا هو زعيم. السيد نور المالكي كان رئيس وزراء وحاليا هو زعيم. اتصور انه حان الدور الى ان تكون هناك زعامه سنيه، لكن هل يعني الطرف الاخر يقبل او سيضغط باتجاه يعني اقصاء هذه الزعامه؟ اليوم اكو عرف سياسي حتى مرات يستخدم ضد رئيس الوزراء انه النجاح لازم يكون بحدود معينه، لازم ماكو مجال للنجاحات المطلقه. نعم. بالتالي النجاحات المطلقة هي اللي تشكل الزعامة السياسية. اليوم حدود النجاح، يعني سمعتها من شخصية سياسية مرة قال احنا ما نسمح الشخص ينجح نجاح مطلق، احنا عندنا حدود للنجاح. بالتالي هذا اليوم من ينجح نجاح مطلق؟ ليش مو نجاح الحلبوسي؟ هسه راح احكي لك. بالتالي قال الجمهور اما وقوع الحلبوسي فهو وقع روحه بديه، ما حد وقع. غلطة شاطر. المهم فموضوعة انه النجاح المطلق، قال بالتالي احنا عندنا جمهور مقاطع هو هذا ثابت، وعندنا جمهور مشارك مره يشارك ومره ما يشارك. طيب قال في حالة مثلا نجاح شخص شيعي مثلا السيد السوداني، اذا نجح نجاحات مطلقة ست اليوم تشوفين عصابات التلاعب بالدولار وغيرها وموضوعة المنافذ وغيرها من الأشياء اللي ما قاعد تخلي السيد السوداني ينطلق بوجود هدوء سياسي وبوجود ميزانيات انفجارية، لكن لحد الآن أكو عدم رضا شعبي عن الحكومة لحد هذه اللحظة. يعني النجاحات بسيطة أو تكاد تكون غير ملموسة لحد الآن، عندنا أعمار عندنا جسور عندنا غيرها، بس لحد الآن الوضع الاجتماعي صعب، الوضع الاقتصادي صعب. يا سر الرجال صار له سنه، يعني غير صار له سنه يعني يفترض تركت 20 سنه. لا يفترض مع هذه الميزانيه ومع هذا الهدوء السياسي وصفه السياسي يفترض انه هو يقدم نجاحات باهره، لكن هناك من يحاول ان يقيده حتى من داخل الاطار التنسيقي. نفس الشيء اليوم شوفي اشد الخصوم للسيد الحلبوسي من داخل المكون السني. اللي هم يعني انا اسميهم التابعين. اللي هم تشوفيهم موضوعه يعني ايجاد بديل تلقيهم حادين سيوفهم. خلص الوقت استاذ، بس قولي لهم قولي لهم موضوع قانون عفو عام، قولي لهم موضوع اعاده نازحين تشوفيهم قاعدين على صفحه. بس موضوعه بديل ومنصب وهاي تشوفيهم يتقاتلون على هذا الشيء، هذا بالتالي لا يخدم الجمهور. الجمهور ينتظر منهم الخدمات، لا ينتظر منهم هذه الصراعات. انا اعتذر منك استاذ مازر، ارجع لك بتوضيح اكثر، لكن الوقت دائما هو الفيصل بكل شيء. شكرا لك الاستاذ علي نجديه باحث في الشان السياسي، وكذلك شكرا لك استاذ مازن الزيدي كاتب ومحللا سياسيا. شكرا لك. وايضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتظرونا بحلقه اخرى من حوار الدوله.